لمزيد من المتابعة والتحليل معنا هاتفيا الأستاذ طارق البرديسي، خبير في الشؤون العربية والدولية ومحلل سياسي. أهلا بك معنا أستاذ طارق. بداية، محاولة ماكرون للعثور على رئيس وزراء جديد بعدما يقرب من شهرين بعد أو في حالة من الجمود في أعقاب الانتخابات التشريعية غير الحاسمة، قراءتك لهذه المحاولات لخروج ماكرون من أزمة الفراغ الدستوري التي تعيشها بلاده؟ بالفعل تعاني فرنسا حاليا من الفراغ الدستوري، ذلك أن تلك الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن حاسمة وأعطت مزيدا من الشكل والزخم الضبابي وغير المستقر للحكومة القادمة، ذلك أنه لم يتمكن فريق سواء كان التيار الرئاسي أو التيار اليميني أو التيار الوسط أو التيار اليساري، كتلة اليسار الجديد، لم تتمكن أي كتلة من هذه الكتل الكبيرة في أن تحقق تلك الغالبية أو تلك الأغلبية المطلقة، ولكن ما حققته هي فقط يعني أصوات نسبية أو أغلبية نسبية كما يقول فقهاء القانون الدستوري. إذن هذه المشكلة وهذه هي المعضلة الكبرى، ولا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتعيين شخص بعينه. إذن نحن الآن أمام ذلك الفراغ الدستوري وأمام العديد من السيناريوهات في هذا المشهد شديد التعقيد وشديد الضبابية، وهو إيمانويل ماكرون يعني بيلتقي بشخصيات كبيرة كزنوب سواء كان أولاند، شخصيات يعني كبيرة يريد أن يصل إلى اسم رئيس الوزراء، مع أنه كما ذكرتم في المقدمة بالفعل هناك استياء من عدم اختيار الشخصية التي قدمت من قبل كتلة اليسار، وهناك شكوك كثيرة في قدرة إيمانويل ماكرون لأن يحقق ذلك الاستقرار. صحيح أستاذ طارق، يعني يبدو أن هناك استياء، يعني حتى هو عام في فرنسا وزير المالية العام المؤقت توماس كازينوف قال قبل ذلك لا يمكن لأي حكومة مستقبلية أن تتجنب مواصلة الجهود لخفض العجز. واضح أن مشكلة خفض العجز يعني باتت مؤرقة بشكل كبير لماكرون ولحكومته. بالفعل هي المشكلة الكبرى، هي مشكلة العجز التي لها ذلك القدح المعلى والأثر الحركي، والمشكلة ليست هي يعني مشكلة تختلط فيها الاقتصاد بالسياسة. فإقرار الموازنة الجديدة في أكتوبر القادم هو ليس فقط عمل اقتصادي بل عمل سياسي، وهنا يتعقد المشهد أكثر وأكثر. وإذا كان يعني إيمانويل ماكرون لا يريد أن يلجأ إلى تلك الأحزاب التي فيها تطرف سواء كان حزب فرنسا الأبية سواء كان التجمع الوطني اليميني، فهو يريد أن يعني أن يقترب مع هذه الأحزاب التي فيها ذلك الاعتدال سواء كان في اليسار أو في اليمين. والخريطة كبيرة، الأحزاب المعتدلة ذات التوجه اليميني، حزب النهضة، حزب الحركة الديمقراطية، حزب الجمهوريين، وأيضا في اليسار بعيدا عن الحزب فرنسا العطية أو فرنسا الأبية هناك الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحتى الحزب الشيوعي. فتصور أن الخريطة معقدة والمشهد فيه ذلك الانقسام، ليس فقط تلكؤ وإرجاء وتسويف من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكن أيضا من قبل هذه الأحزاب عندما اجتمع بزعماء أحزاب المعارضة سواء كان اليمين أو اليسار، كان هناك ذلك الخلاف والاختلاف والتباين ما بين هؤلاء زعماء، لأنهم ليسوا سواء، لأنه كل له برامجه الخاصة وتوجهاته، وهذه الائتلافات كانت ائتلافات تكتيكية وليست استراتيجية بغرض أو ريثما يصلوا إلى البرلمان، ولكن الخلافات عميقة حتى ما بين هذه الأحزاب التي قد تراها يعني في خندق واحد سواء كان في اليمين أو اليسار، ولكن التباينات والاختلافات ما بينها كثيرة وشديدة تعقيد. أتصور أن المشهد ما زال ضبابيا، وفكرة أن تستمر حكومة تصريف الأعمال لمدة عام يعني فكرة فيها صعوبة كبيرة، ذلك أن الوزراء أنفسهم سوف أتصور أنهم يعني
لن يوافقوا على الاستمرار في حكومة مؤقتة لمدة عام. السيناريوهات عديدة ومتباينة في فرنسا، ولا أحد يستطيع أن يجزم على وجه اليقين ما هو السيناريو الأقرب إلى التطبيق، حتى أن البعض اشتط في تفكيره وقال إن هناك خطر داهم يهدد سير المؤسسات وسير الدولة الفرنسية، وقد يلجأ الرئيس الفرنسي إلى استخدام المادة 16 من الدستور، وهي المادة التي تعطي له سلطات واسعة والتي تسمى بمادة الضرورة، هو أنه عندما يكون هناك خطر داهم يهدد مؤسسات الدولة ويعمل على شلل المرافق وعدم سير الدولة سيرا طبيعيا، أن يلجأ إلى هذه المادة لكي يستمد ويأخذ منها كل الصلاحيات وكل السلطات في يد رئيس الدولة. نعم، اتضحت الفكرة. أستاذ طارق البرديسي، خبير في الشؤون العربية والدولية ومحلل سياسي، أشكرك شكرا جزيلا.